السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد الشياع السوداني، فأهلا وسهلا بمقدمه الكريم. عندما يمشي الحنين على ورق الخريطة حافياً فلا ترتاح إلا على رمال شواطئ حبه الأعصاب، وعندما يتجول المبدعون في حدائق كلماته فحينها هواه لا يكفيه 1000 كتاب، إنه العراق يوم شاخ الزمان ظل العراق شاب، هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، هو العراق فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يعزف بيننا وإياكم سادة الأكارم السلام الجمهوري. السلام الجمهوري، سلام خذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، ننصت خاشعين إلى كتاب الله العزيز مع آي من الذكر الحكيم يتلوها بيننا القارئ حمزة الموسوي من دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جزا الله قارئنا خير الجزاء وأثابكم على حسن الإنصات والإصغاء. وإلى الذين روت دماؤهم الزكية الطاهرة تربة وطننا الغالي، الحاملين من الأمانة ثقلها والمطلعين من النهى قنديلا، لشهداء العراق وبالخصوص ضحايا فاجعة الحمدانية، لنقف لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة. دولوا تخرجا أستاذ. دورات المتخرجة التاريخ. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. السلام على العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن مشرق شمسه إلى حيث الغروب. والسلام عليكم سادة الأكارم الحاضرين جميعا سلاما تتوق له شغاف القلوب. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الذي يحمل في نسائمه عبقا من دجلة الخير وعبيرا من عنفوان بغداد. بغداد ساء بك الهوى أم طابا، سيظل وجهك رائعا جذابا. قسمات شيخ بالجلال متوج، والسمات غانية تفيض شبابا. وأهلا وسهلا بكم في رحاب وزارة الداخلية المعطاء، وزارة التضحيات والقرابين والشهداء، مع فعاليات حفل تخرج الدورة 28 من ضباط المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والدورة 53 الضباط العالي طلاب كلية الشرطة. مرحى لكم أيها الأبطال. السلام على العراق أول الخطى وأولى التجارب الإنسانية المنفتحة على الرسالات، وأول القرى وأول التاريخ. السلام على شعبه وشجره ونخيله الممتدين في آفاق الغيرة وأنهار الكرامة ومحيطات النبل البشري. السلام عليكم سادة الحضور الأكارم، مع كلمة معالي وزير الداخلية فليتفضل مشكورا. دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، السادة ضيوف وزارة الداخلية الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب المحترمون، أخواني طلاب وخريجي الدورتين 28 و53، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً اسمحوا لي وباسم السيد رئيس مجلس الوزراء أن أرحب بضيوف وزارة العراقيين جميعاً في عرين الأبطال، حماة الأمن الداخلي والقانون، عيون العراق الساهرة. نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة من ضباط وزارة الداخلية المتسلحين بالعلم والمعرفة والعلوم الشرطوية والقانونية في الدورتين 28 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والدورة 53 الضباط العالية من أجل ضخ دماء شابة جديدة في عروق المؤسسة الأمنية، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإجرام والإرهاب. سادة الحضور، أفرد المنهاج الحكومي لحكومة السيد السوداني مساحة مهمة لتعزيز الأمن المجتمعي وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومنع الاعتداء عليهم
والحرص على تأمين ومتابعة أحوال المواطن العراقي داخل الوطن وخارجه. وأناط هذا المنهاج بوزارة الداخلية تنفيذ هذه المهمة الشاقة، فكان رجالنا عند حسن ظن شعبهم وقيادتهم، وقدموا في سبيل أمن العراق واستقراره أرواحهم رخيصة ودماءهم الطاهرة مبذولة من أجل أن يبقى العراق حراً أبياً عظيماً بين الأمم. كما تضمنت التوجيهات الحكومية الموقرة توسيع خطة القبول شبابنا الواعي في المؤسسات الأمنية لكلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد مفوضي الشرطة، ومضاعفة أعداد المقبولين وفق الحدود المسموح بها، فضلاً عن نظام التعاقد الأخير مع أكثر من 37,000 شاب من شبابنا المعطاء. إن لكل نجاح أسباباً عديدة يكون لها الفضل الأول في رسم معالمه، وكان الدعم المنقطع النظير من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو السبب الأول في نجاح وزارة الداخلية في مهمتها عن طريق توفير كل مستلزمات عملنا على مختلف مستويات العمل الأمنية والعسكرية والخدمية والإدارية، فضلاً عن مختلف أبواب الدعم اللوجستي. ومما لا شك فيه أننا لم نصل بعد إلى مستوى الطموح، وما زال أمامنا الكثير الذي نسعى لتقديمه لأبناء شعبنا الكريم الذي يستحق منا الكثير. إن وزارة الداخلية لها طبيعة خاصة، فهي ترافق المواطن العراقي الكريم في مختلف مراحل حياته، وهي ملزمة بتقديم الدعم والرعاية له في مختلف هذه المراحل. لكن وبكل تأكيد كانت لنا أولويات في إدارة الملف الأمني منذ الأيام الأولى التي شهدتها حكومة الخدمة الوطنية، وكان موضوع مكافحة المخدرات هو الموضوع الأول في حساباتنا الأمنية، نظراً لما تمثله هذه الآفة الخطيرة من تأثير سلبي على بنية المجتمع العراقي، لأنها تستهدف الشريحة الأهم وهم شريحة الشباب التي نعول عليها في بناء بلدنا، وتسلم راية الإعمار والتطوير التي أطلقتها حكومتكم الموقرة. وقد حققت وزارة الداخلية نتائج طيبة ومتقدمة في ملف مكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة داخلياً ووزارات الداخلية في دول الجوار الإقليمي والدول الأخرى على مستوى الخارجي. وباتجاه مكافحة المخدرات نفسه، كانت لنا معالجات لجرائم الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني وجرائم النصب والاحتيال والسرقات والاعتداءات بأشكالها كافة والجرائم المزعزعة للأمن الداخلي والقانون، فضلاً عن مرابطة أبطالنا في ساحة المواجهة مع أذناب الإرهاب وبقاياه أو لتأمين حدود العراق مع مختلف دول الجوار الإقليمي. أخوتي الخريجين الجدد، أستثمر وجود السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ليوصيكم بوصايا أتمنى أن تكون منهاجاً لحياتكم العملية. التزموا حب العراق والولاء له طريقاً وحيداً لتطبيق القانون، وارتفعوا به فوق جميع الولاءات الضيقة، واعتمدوا النزاهة منهاجاً لنجاحكم، واعلموا جيداً أن الفاسدين ليس لهم مكان في وزارة الداخلية أو في جميع مؤسسات الدولة في ظل حرب حكومتنا الضروس ضد الفساد والمفسدين. انتصروا للحق وأصحابه وانبذوا الباطل وتابعيه لكي تكونوا رجالاً في الأماكن الصحيحة. اسعوا إلى تقديم كل ما تمتلكون للعراق وشعبه، ولا تبخلوا بشيء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، وسنكون لكم العون والسند، وستبقى أبوابنا مشرعة أمامكم تحت كل الظروف. تقبلوا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة تخرجكم، تحية لكم ولعوائلكم الكريمة التي أسهمت في توجيهكم نحو ذلك الهدف والمستقبل الزاهر. تحية إجلال وإكبار لشهداء العراق كافة ولشهداء وزارة الداخلية خاصة الذين قضوا واقفين في سبيل أن يبقى العراق عزيزاً مقتدراً، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال ليواصلوا مسيرة الجهاد والنضال.
أكرر الترحيب بضيوفنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام صالح المحترم لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الضباط الأبطال الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للعراق أولا، وأبارك تخرجكم في هذه الدورة ليضاف إلى رصيد قواتنا الأمنية مجموعة جديدة من الضباط المؤهلين لتسنم المسؤولية والدفاع عن العراق وشعبه أمام كل خطر أو شر، وأنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون للعراق أبناء مخلصون مجتهدون ومستعدون للتضحية والبذل مثلكم. اليوم تخطون أولى الخطوات في مجال تسنم المسؤولية التي تتطلب منكم أن تكونوا جديرين بحملها، لأن العراق منذ هذه اللحظة صار أمانة في أعناقكم. لتحفظوا أمنه ولتكملوا مسيرة من سبقكم من الضباط والمنتسبين الأشاوس الذين دافعوا عن هذه الأرض في أقصى الظروف وأكثرها بأساً. مثلما أن الكثير منكم سيكون حاضراً في الدوائر المدنية ليؤدي مهمة لا تقل أهمية عما يؤديه الضباط في الصفوف المقاتلة، لأن الأمن الحقيقي يبدأ حين نقدم الخدمة العامة للمواطنين، وحين يشعر المواطن بأن يهتم برعاية شؤونه وتعمل على تسهيل معاملاته في الدوائر، عند ذلك سيكون سنداً ومدافعاً عن الدولة ونظامها السياسي. إذن فأنتم بتفانيكم وإخلاصكم وصدقكم تعززون قيمة المواطنة وترفعون شأن الوطن والدولة ومؤسساتها في عيون أبناء الشعب، وهذا بطبيعة الحال يتطلب منكم التزاماً عالياً في المسؤولية وانضباطاً في أداء الواجب، لتعكسوا من خلالها الصورة الحقيقية لرجل الأمن مهما كانت المهمة التي يتصدى لها، بالإضافة إلى أن أداءكم لمهماتكم الأمنية يجب أن يكون على وفق القوانين الناظمة وطبقاً للدستور، بمعنى أنه يجب أن تحضر في الأذهان مبادئ حقوق الإنسان في تصرفات رجل الأمن اليومية أو في أثناء التنفيذ الواجبات المناطة بكم. الدور الذي ينتظركم هو كبير، وذلك ضمن توجهات الحكومة في برنامجها بتسلم الملف الأمني من قوات الجيش بعد أن تحسن الوضع الأمني كثيراً بفضل الله وجهود جميع القوات الأمنية وتضحياتها التي لا ينكرها إلا جاحد، وبات الإرهاب مجرداً من عنصر القوة وصار مجاميع صغيرة مذعورة تختبئ من نور الشمس ويرعبها وجود الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها ومسمياتها. لكن هذا لا يعني أن التحديات الأمنية قد انتهت، المطلوب هو أن تكون قواتنا دائماً بمستوى عالٍ من الجهوزية لكل التحديات، وأن تكون الخطط الأمنية مبنية على استحكامات استباقية وفقاً للمعطيات الاستخبارية الدقيقة، فضلاً عن ضرورة تحديث هذه الخطط باستمرار والاستفادة من أحدث
ما توصل إليه العلم في الجوانب الأمنية، وكذلك فإن التحديات الداخلية اليوم لا تقل خطورة عن تحديات الإرهاب الداعشي. فآفة المخدرات التي ابتلي بها العراق والعالم هي خطر داهم يفتك بأبنائنا ويعرض أمننا المجتمعي إلى القلق، ويتم أيضا استغلال الأموال للتجارة بها وتمويل الإرهاب فضلا عن تنامي الجريمة الجنائية. لذلك يجب أن تتضاعف الجهود لضبط الحدود والعمل الدؤوب من أجل مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة التي تشترك فيها عصابات عابرة للحدود، وهو ما يستدعي التعاون الجاد والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل حماية العراق وتخليصه من شرور السموم والجرائم المنظمة. الحضور الكريم، لقد وضعت حكومتنا منذ تشكيلها في الأيام الأولى موضوع إصلاح المؤسسات الأمنية على رأس أولوياتها، شعوراً منها بأهمية هذه المؤسسات ومن أجل بناء هياكلها بالشكل الذي يجعلها مواكبة لأحدث التطورات في العالم في جوانب التدريب والتقنيات الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد داخل هذه المؤسسات، لأن الإرهاب والإجرام يستغل الفساد لينفذ مآربه الخبيثة، والفساد بطبيعته هو الوجه الآخر للإرهاب، وهو التحدي لكل البرامج والخطط والمهام التي مطلوبة من مؤسسات الأمنية. كذلك فإن الحكومة عملت على إعادة تأهيل قواتنا الأمنية من خلال إعادة 34,000 من المفسوخ عقودهم، والتعاقد مع عشرات الآلاف ليعملوا في صفوف قواتنا من أجل ضخ دماء جديدة داخل مؤسساتنا الأمنية، وكذلك تشكيل ألوية جديدة من قوات الشرطة الاتحادية وحفظ القانون. نؤكد لكم أن حكومتكم الحالية قد أخذت على عاتقها رعاية أبناء مؤسساتنا الأمنية من المضحين الذين استشهدوا أو جرحوا أثناء أداء واجباتهم، لأن ذوي الشهداء أمانة في أعناقنا، وإن إنصافهم وتحقيق مطالبهم هو أقل شيء يمكن أن نقدمه لهم. وكذلك فإننا نؤكد دوما ونوجه على رعاية الجرحى والمصابين من أبناء القوات الأمنية من خلال توفير الحياة الكريمة لهم ومعالجتهم سواء في داخل العراق أو خارجه. أبارك لكم مجددا في هذا اليوم المميز لكم، وأسأل الله لكم التوفيق. حفظ الله العراق وشعبه من كل شر وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد وزير الداخلية على هذه الكلمات التي كانت من ألفها إلى يائها قيمة. على بركة الله يتقدم الطالب علي عامر صدام أقدم الدورات المتخرجة لأخذ الإذن ببدء مراسم الاستعراض. دورات المتخرجة أصدقاء حرس الشرف عادة السر. هنا يتحول حرس الشرف من المسير السريع إلى المسير البطيء، وهذا ما يعكس مدى التدريب الدقيق والقدرة على التحكم. الخارج
إذن سيتوجه السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لتفتيش القطعات المستعرضة برفقة معالي السيد وزير الداخلية. توجه السيد القائد العام للقوات المسلحة لتفتيش القطعات المستعرضة تحية حب إليك يا عراق وقبلة شوق إليك يا عراق. سيبقى العراق ترابا طهورا وماء فرات وشعبا عصيا عاديات. سيبقى العراق موحدا وواحدا وشعبه الأسير يقتحم المدى. عندما كل آياتها صورت قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب وقيل للنجم كن أنت منها قريب ثم خط على الأرض منعطفان تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان فأتى الصوت كوني فكان العراق. أتظن أنك بعدما أحرقتني رقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس بالفلوات. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنك قيامتك يوم آتي.